أعلنت مصادر فنية عربية اليوم عن وفاة ابنة الفنان أنس الباز الممثل المغربي الشاب التي رزق بها قبل نحو 3 شهور بعد سنوات من الزواج. وأكدت المصادر الفنية في تصريح صحفي أن سبب وفاة ابنة أنس الباز الفنان المغربي جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها أثناء وجودها داخل منزل والدها في الرباط. وعلق الفنان المغربي أنس الباز على وفاة ابنته عبر نشره صورة تجمعه بها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، وكتب الفنان أنس الباز: لقد فقدت اليوم أعز ما أملك دين الباز. وأضاف الباز: آسف لأنني لا أستطيع أن أجيب على اتصالاتكم، إن لله وإنا إليه راجعون. واختتم تدوينته قائلا: أحمدك يا ربي وأشكرك يا نور السماوات والأرض، الله يصبرني. ونعت زوجته هي الأخرى صغيرتها وقالت عبر حسابها على إنستغرام: إن لله وإنا إليه راجعون، لقد فقدنا ملاكنا الصغير إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة. وتابعت: لا تنسونا من الدعاء فقلبنا ينفطر، لقد أحببناها كثيرا واعتدنا عليها ولكن هذا قدر الله. واختتمت الفنانة سارة تدوينتها قائلة: شكرا على اتصالاتكم ورسائلكم، كان بدي أن أرد عليكم وأخبركم إنها مجرد إشاعة ولكن لم أستطع. ونعى فنانون ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي الرضيعة دينا بنت الممثل أنس الباز التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجأة جراء السكتة القلبية التي أصابتها قبل قليل. وكان الفنان أنس الباز قد أعلن في شهر سبتمبر المنصرم عن ولادة ابنته الجديدة دينا، حيث تلقى عشرات التهاني بمناسبة أن رزقه الله تعالى بالمولودة في ذلك الوقت. وأجرى الممثل أنس الباز إنزاك جلسة تصوير برفقة زوجته الأندنوسية سارة وابنته دينا، فيما تداولت المواقع الفنية والإخبارية الصور التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي حينها. يشار إلى أن أنس الباز هو أحد أبرز الممثلين الشباب في المغرب، إذا يبلغ من العمر 37 عاما ولديه العديد من الأعمال العربية والفرنسية، ومن أبرزها زواج مرتب، أرض النور، ساعة في الجحيم. كما شارك الفنان المغربي أنس الباز في براق، عدوي، المحبة الزايدة، بورن أون، فيلم لنور الدين لخماري، ملكة الصحراء، نصف السماء لعبد القادر لقطع.